تحتفز وهي تكرم من أعلى السلطات المحلية. وأدعو كذلك الطالبة أو طالب العائلات محمد أو تلميذ الفيزياء الأمير صلاح الدين الأيوبي وسيلة حصلت على معدل 13.2. الطالب العائلات محمد هذا كذلك يسحق تحية كذلك من ثانوية الجهة الأولى محمد بلدية محمد بوبياض حصل على معدل 10.6. كذلك الطالبة المميزة عبدالي أمان هذا معنا تستحق كذلك التحية حصلت على معدل رغم إعاقتها البصرية حصلت وفي بكالوريا حرة حصلت على معدل 12.62 ما شاء الله. الطالب كذلك سعيد عمر بحر تحصل كذلك على 12.46 يعني كما تشاهدون معدلات شرفهم وشرفنا وشرف مننا بقت سلطتنا المحلية ورأس السيد الولي بسيلة إلا أن يكرمهم إذا سيد الولي محترم تفضل لتكريم طلبتنا أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتقدمهم الطالبة ميسي فوزية ثانوية صلاح الدين الأيوبي بسيلة حصلت على معدل 3. صورة تذكارية مع الطالبة تستحق كل التقدير. شكرا سيد الوالي شكرا للطالبة ميسي فوزية. الطالب الموالي العياد محمد من ثانوية المجاهد طويري محمد بلدية محمد بوذياف رغم ربما يعاقبه ان تمنحه من تحسين المعدل والنجاح في شهادة البكالوريا والسيد الوالي ولد المسيدة يكرمه على مشاهدكم. شكرا. التحدي الثالث استعيد ان اقول تحدي فعلا من طالبة الناشطة الجمعوية الاخت عبدالي امان التي اجتازت شهادة البكالوريا كطالبة حرة وتحصلت على معدل 12.62 ما شاء الله. عندما يكون التحدي والإرادة تصنع المعجزات. عبدالله أمان معروفة ناشطة جمعوية تحدت الصعاب ونالتها بكم. التكريم الموالي هو للطالب سعيد عمر كذلك تحصل المعدل 12.46. هذا هو التحدي وهذه هي الإرادة حينما يجتمعان يصنعون ما تشاهدون وما تسمعون. صورة جماعية أكيد سي بشير مع السيد الوالي مصور صورة جماعية مع السيد الوالي أبا السيد الوالي إلا أن يأخذ معهم مع المتفوقين من هذه الفئة العزيزة علينا جدا. قبل أن يغادرون طلبتنا المكرمين تبقى معي أختي أمل. أختي أمل أنا مهربية في هذه المناسبة ما هو إحساسك وأنت تكرمين من السيد الوالي ولد أثبت أنه يعني رجل في المكان المناسب. على كل حال كل شيء صعب ولكن ليس مستحيل. فقط الإنسان يعتمد يتوكل على ربي سبحانه ويعمل وسوف يجد إن شاء الله. شكرا طالب سعيد شكرا للطلبة. نالت كذلك أعطينا القائمة حتى أرى المعدلات المحصل عليها. إذا ندعو زينة سهير متوسطة صديق البشير مدينة منصور تنالت على 11.94 معدل. سامي مريم كذلك تحصلت على 12.92. بعني هاجر إذا
خلوا لي بنزينة سهيل وسامي مريم. السيد رئيس مجلس الشعب الولائي الفاضل يتكرم بتكريم طالبتين من ذوي الأحتياجات الخاصة، قلت بنزينة سهيل وسامي مريم من متوسطة البشير صديق البشير ببلدية مصر. مريم هاي مريم. تفضل سيد الرئيس بتكريم طالبة بنزينة سهيل اللي تحصلت على معدل 11.94 وهي من متوسطة صديق البشير ببلدية مصر. كذلك سامي مريم من نفس المتوسطة تحصلت على معدل 12.92 هي خاصة للطالبتين. وأكيد بنزينة سهيل وسامي مريم من متوسط صديق البشير اللتان تحصلتا على معدل 11.94 و 11.92 على التوالي. مع صورة تذكارية طبعا. التكريم الموالي تفضلت. شكرا سيد الرئيس. ساعدوه سيد. ما شاء الله. والتكريم الموالي كذلك لأفرق صلاح الدين من نفس المدرسة حصل معدل 11.08. فضل الوقت دهمنا. فضل الوقت دهمنا. تفضل. قائد قطاع العمليات سيدي تفضل بتكريم الطالبات. طالبة ضيف الله آية و رب سفرنا ضيف الله آية وربع سفرنا قلت يتفوقوا في شهادة تعليم المتوسط ولانه معدل 62.8 مع اخر صورة تذكارية مع سيادة قائد قطاع العمليات. بالمناسبة نرحب بهم السيد قائد قاعدة المدنية والسيد قائد المجموعة الإقليمية. نتمنى لهم النجاح في المهام الكبيرة التي تسير إن شاء الله. صورة تذكارية. الطالب لفرق صلاح الدين، هذا من مدرسة الأطفال المعاقين بصريا، حصلوا على معدل 11.87. إذا كان هذا التكريم في الدورة حصلت على معدل 9.70. ما شاء الله. وتلميذ جمهور اليوم بدايه سفاري زوجها بسيده الفصل كذلك على 79. تحيه كبيره للبلد وابنائها الحفل فيها اللي دائما في اطار تحديهم وارادتهم تحصلوا على معدلات تشرفهم وتشرفنا وتشرف الولايه. شكرا لك سيدي. ابنائنا الابن رضيف او القوى كريم يتحصل 9.20 والتلميذة أبو بكر هديل كذلك تحصلت على 9.20. لنحييهم تحية كبيرة كذلك. وبهذه النتائج وهذه التكريمات نكون قد أنهينا برنامج تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة في الأطوار. رضي طاهر تحصلت على أو تحصل على معدل 9.10. إذا وكذلك ناصر خلود الطالبة ناصر خلود من ابتدائية عوام السعيد حصلت على معدل 9. إذا هذه الفئة يتكرم سيد معالي الوزير السابق ونائب رئيس الشعب الشعبي الوطني سيمون الحاضر معنا كذلك في هذا الحفل البهيج. تكريم الطالبة فرح اللي تحصلت على المعدل 9.10 وطالب وليد مرزوقي اللي كذلك تحصل على 9.10 9.10 على 10.